هسه احنا بدايه حاوي الكنيسه، نهايه حي النجار بدايه حاوي الكنيسه، طبعا هذا يربط حي النجار بحاوي الكنيسه ويربط بشرفه ثانيه. جاء المقاول سوى لنا هذا الخصر وراح، يعني صور هذا الشارع ما عدلوا الا ناس من عندهم تبرعوا وجمعوا من جماعه اهل الحاوي وسووا هذا الشارع. وشوف هذا وضع هسه انا ساكن بحاوي الكنيسه، لا خدمات، كل شيء ما عندنا. سووا سد قبل يومين، بل سووا تسويه ترابيه وراحوا، جت السيارات الكبار دمرتنا. هسه عاني اشوف هسه عندي بنات اثنين، لا حد يجينا، ما حد يقبل يجي يمنا، لا عندنا مستشفى. الاشتراك ما يجيكم؟ ابو الاشتراك ما يقبل يصنته، وحق الرجال سبب هذا. شوف الشارع قدام عينك، شوفه صوره وشوف حيل احنا متاذين، لا حد يقبل يجي يمنا، لا حد يقبل يقول احنا ما عراقيين، ولا يقول احنا عايشين بالعراق. زين شو توجه رساله للحكومه المحليه؟ والله خلي يشوفون هاي الناس التعبانه، يعني وين الملايين اللي جت بس نسمع بيها، ما نشوفها. ملايين عاد تجي وين رايحة؟ على من داعي تروح؟ يعني إلى متى؟ نشكي لمن؟ مشتكى الله سبحانه وتعالى، ما خلينا مسؤول ما دقينا بابه. ايش قصرك تعاني من هالقصة؟ والله كثير تسوي. اشتراكات رايحين جايين كلها من وراء هاي القصة. زين هسا قبل هيك تغطس غطس. ايه ما نعرف يمت هسا حفروها قصوها، يمت يسوونها ما حد يعرف. بيد الله. تساهيل من رب العالمين ماكو. شو رايك بالاداء الحكومي؟ والله يا اخي الاداء الحكومي ضعيف. ضعيف يعني ماكو، يعني شغله ما يقبض منها يطلعون منها يخلصون. اي هاي من التحرير اللي هسه؟ اي لا بلطوها ولا رتبوها، والعالم كلها تعاني من الروحه والجهه وهالطسات وهاي وهاي، كل شهرين ثلاثه نبدل طخم ما سياره. اي فنرجو من الحكومه ان تراعي اهل الحاوي واهل حي النجار. أنا بلطول لهم هذا الشارع، بس ما أريد منهم بس هذا الشارع. إيه. هذا يصل بين منطقتين؟ منطقتين، منطقة حي النجار ويربط الحاوي ويربط الحاوي حتى على ذاك الجانب، على طريق على حاوي الكنيسة، وعلى طريق جسر النصر على ذاك الجانب. إي فالسواق أكثر شيء يعانون والمدنيين من هذا الطريق. زين شو تطالبون الحكومة؟ والله نطالب بس يبلطون هو، خاصة هذاك المعدل هذا هو اللي كان أصلي قبل. سووا هاي القنطرة، سووها صار تقريبا 6 شهور ما خلصوها، بس ظلت على التبليط ما يراد له شيء. يعني هاي من التحرير اللي هسه تهوى مأذينا، يعني السيارة ماكو، ما كنظل بيها طخم السيارة، ما كنظل واحد فاتوني ما يتأذى. وطبعا اكو اطفال مدرسة يروحون ما عندهم اشتراكات، يعني بالصيانات يطملون عما يطلعون. ايه زين يعني انتم تشتغلون يمكن بس للدبلات تبدلون؟ بس عطلات السيارة، بس عطلات سيارة. زين وهاي الحفره كانت كبيره مو؟ هاي الحفره كبيره يعني بشكل كبير، يعني مكان صاروخ مال قصف مال التحالف قصفوا الشارع هوني بوقت الدواش، فيعني كارثه كارثه. هاي اكو وحده هوني اكو بلوه الخ بعد بنص الشارع غادي، العالم طبعا هوني جمعوا فلوس من المنطقه من هوني طبعا من السكان وكلها دفنوها هاي ودفنوها ورجعت نفس الشيء رجعت مرت الخ.